ليليا الأطرش، باختصار عادة من عاداتك تتمني تتخلصي منها؟ القلق. القلق القلق كرمال بكرة. كيف بتقضي وقتك خارج أوقات العمل؟ والله يعني سفر، أشياء تانية، أشغال تانية، سباحة، كتير بحب أسبح أنا بالصيف، يعني في كتير أشياء بالحياة تلهينا. صعب هلا عدو. كيف تتعاملي مع الشائعات؟ التجاهل ابدا ما بيعني لي الشائعات، انا بنت محصنه تماما تجاه اي شائعه بتطلع. قبل لما كنت لسه اصغر كنت اتاثر، كنت ابكي، كنت انقهر. هلا انا ما بيعني لي الموضوع، بس بنزعج اذا حدا من اهلي ممكن يسمع شيء منيح، لانه هن لسه ما كتير معودين على هذا الحكي. بس انا محصنه من الشائعات ومقابل كل شيء سيء أو شيء سيء أو 10 ناس ممكن يحكوا إشياء ما منيحة، بس في مقابلة 100 حدا محب، فيعني ما بيعني لي الموضوع. حكمة بتحبيها؟ اتقي شر من أحسنت إليه. هل بتضطري تطلعي متنكرة بالشارع حتى تهربي من المعجبين؟ أبدا أبدا أبدا، أنا كتير بحب الناس والناس كتير بتحبني، وبحب أصلا شوف إن محبة العالم بالشارع. ممكن تطلع من البيت بدون مكياج؟ دايماً عادي. أخطر أو أصعب صفة عندك؟ أصعب صفة؟ يعني كيف؟ أو أخطر صفة؟ يعني كتير أنا منظمة، يعني شوي خفف من التنظيم. هل عندك أسرار؟ ولا أنت حدا تلقائي؟ هلا ما في حدا ما عنده أسرار، بس أنا حدا كتير واضح، فبيبين لك أني أنا ما عندي أسرار. لمين ممكن تقدمي اعتذارك اليوم؟ فقط لبابا، إذا بيوم من الأيام أنا ممكن هيك يكون زعجته أو عصبته، مع أنه ما بتصير، أو هيك يعني بمطرح ضايقته. بلد بتحبي تسافري عليها وليش؟ كتير بلدان، يعني السفر حلو، ما في شيء معين بصراحة. السفر حلو لأنه ليش؟ لتتعرفي على ثقافات تانية، على بيئات أخرى، عوالم جديدة. يعني مشهد لا يمكن تنسيه. يا لطيف. هذا المشهد اللي هن الناطرين هلأ وعم يستنونا على أحر من الجمر، وأنت لسه قعدتيني عندك. موقف صعب ما بتحبي يتكرر؟ ما بحب الظلم، أنا ما بحب شوف حدا مظلوم بحياتي، كتير بنقهر إذا حدا مظلوم. غلطة عمرك شو هي؟ لا ما في غلطة عمري، غلطة عمر ما في. هلا كل حدا بمطارح بقول والله كانت غلطة عمري إني عملت هيك. لا الحمد لله، لا أنا كل أخطائي يعني بحاول استفيد منها وأتعلم، وبعتبرها دروس لقدام، وبعتبرها بالعكس هي يعني هدية من رب العالمين لتتعلمي أنت بالمرات القادمة مثلا ما تعملي هذا الشيء، أو ما تأمني، أو ما توثقي، أو ما تتسرعي، أو ما تندفعي. عادي يعني. لو ما كنتي فنانة شو ممكن تكون مهنتك؟ فنانة. أنا ما بحب الروتين. بتحبي الموضة أم تلبسي اللي بتلاقيه مناسب لحضرتك؟ لا بحب الموضة، بس بلبس اللي بيناسبني كمان، مو أي شيء بلبسه، يعني إذا موضة ما بتناسبني لا ما رح ألبسه. ممكن تغيري لباسك بسبب رأي الجمهور؟ يعني أنا ما بشوف إنه هي يعني إنه أنا حدا والله لهالقد اللي لازم غير كرمال رأي الجمهور، المهم إني أنا أكون مرتاحة. إذا أنا مرتاحة وأنتم كلكم مو مرتاحين، عفوا إذا أنتم مرتاحين وأنا ماني مرتاحة كيف؟ يعني ما بيزبط. شو أمنيتك؟ أمنيتي يعني نرجع مثل قبل، ترجع سوريا كلها مثل ما كانت قبل، وترجع زحمة الناس عنا والسواح والعالم، ونرجع نبني بسوريا مثل ما لازم، لأنه نحن مستاهل الفرح، مستاهل السعادة، مستاهل كل خير. شكرا لوقتك معنا، شرفتيني. شكرا سيدرا، وانا اسفه كثير، بس والله انه هن ناطريني. شكرا كثير لمتابعتكم. باي باي.